ثم قلنا المراقبة الإلكترونية هو البراسل الإلكترونيك أو ما يسمى بالقيد الإلكتروني. وهذا الموضوع ديال القيد الإلكتروني هو أنه كاين واحد مجموعة الحلول. مثلا واحد رجل أعمال دار جريمة إلا ديتو للسجن وعندو الشركة فيها 200 واحد غادي طيح ديك الشركة غادي تنتهي. عندو شيك بدون رصيد غادي يدير السجن ما يتخلص حتى شي شيك لا هذاك ولا اللي جاي يجي من بعدو. ولكن حتى دير ليه واحد براس الكترونيك تنقول ليه غادي تمشي من الدار للخدمة ديالك للمكتب ديالك في الأورديناتور عند الشركة والمؤسسة اللي متبعة تيبان ليها بالرقم ديالو غادي كيتمشى. إلا خرج من هذاك الخط اللي أعطاه القاضي كيردوا للحبس ديك الوقت. عندنا مثلا واحد الشخص كيعتدي على الزوجة ديالو كيضربها قلنا له ما تبقاش تمشي للدار تنحلوا هذا المشكل. كنديروا له براسل الكترونيك باش غير كيقرب للدار كيتبلغوا الأمن وكيجيو تيبان بأنه غادي الاتجاه ديال الدار ديالو أنا ذاك هذاك شكون كيعيط الأمن كيمشيو الأمن بسرعة باش يعتقلوه. الآن لقينا كاع وسيلة أخرى عطاوها لنا واحد الشركة واحد الآلة صغيرة تحسبوها بشي 10 درهم في النهار كديرها المرأة في جيبها ولا في الصاك إلا شفت الرجل ديالها كيعتدي عليها أو الشخص كيعتدي عليها يمكن تضغط عليها مباشرة الشرطة تعرفها فين كاينة وكيجيو ديك الساعات. كذلك ممكن نمنعو يمشي لأماكن معينة بحال يمشي لدارو يمشي لمكان الجريمة ورا في الحيطة دير له البراسلة الإلكترونيك راه تيبان لك فين غادي وفين جاي. السجن الجزئي تيدخل السجن واحد المرحلة خصنا نفكروا أنه يمشي مثلا يمشي في النهار يخدم وفي الليل يجي بات السجن إلى غيرها من الوسائل. السجن ديال نهاية الأسبوع بغينا نشجعوا نمشيو أكثر. أنا كنت زرت شي دولة وقينا بأن القاضي كيحكم على شي واحد بالسجن وتجلس معاه في المكتب كيتفق معاه أنت بغا يدوز السجن تقول لاش دوزو في شهر أوت ولا دوزو في شهر سبتمبر علاش؟ باش يدير له البلاصة في السجن ما يتزاحموش وباش كيسهل له في حياته أنه يقضي العقوبة ولا ما تأثر له في حياته. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.